لي أيضا سيارة محروقة. محلات تجارية. يعطيك العافية أخي. شو شايفين هنا؟ شو صاير؟ والله هون بشار الأسد دمرنا، خربنا بيوتنا، الله يخرب له بيته، الله يفرجي أولاده مدبحين مثل ما دبح أهالينا. أنا أبوي استشهد بهي الدار وقصفونا، هذاك الحائز كان صاف هناك، دبابات تقصفنا طلع 18 قذيفة بالدار، دمرنا، الله يدمره، الله يدمرون. هون عندنا طلع هذا رزق دمر، هذا مكتب هون كان سيارات، هاي صار خرابي، متن في حيط على حيط، الدار فوق خالصة، وين بدنا نسكن هلا؟ وين ساكنين هلا؟ والله نحن هلا عاملين خيمة حاطينها بالأرض وقاعدين فيها، الكتيبة هاي كتيبة الهندسة عم تضربنا، المشرفة امبارح ما نايمتنا الليل، أكثر من 20 قذيفة توسكا وقعن هون. كتيبة بالمشرفة؟ كتيبة المشرفة وقعن هون، دمرونا. ومن كتيبة الهندسة شي 20 هاون وقع هون بالليل. ليش احنا شو سوينا لهم؟ مسألة طلبنا بالحرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المخزن، هذا المحل كان مخزن دولة.